طاقات إما منسية وإما تعمل بشكل فردي، فلا تحدث التأثير المطلوب. أسسنا هذه المنصة لإيمان عميق بداخلنا على المضي قدما كشباب لديه إصرار لإنتاج مجتمع أفكار، وليس مجتمع أفكار فحسب، بل أن نذهب إلى كل فكرة أينما كانت لنجلبها إلينا، وأن نقوم ونوفر معرفة مجانية على المستوى العربي. منصة ديت هي أول منصة عربية من نوعها، جديدة الأفكار، مستمرة التطور، بكم ومعكم. سيظن الكثير منكم أننا استنسخنا تجربة ديت من مؤتمر تيد، أفكار تستحق الانتشار. نعم، بكل وضوح وشفافية استنسخنا تلك الفكرة من تيد، لأننا نحتاجها على المستوى العربي، نحتاجها بقوة، نحتاج لأفكار الجميع، ولكننا قدمنا ديت باختلاف عن تيد، بلمسة عربية، بأفكار من بيئتنا، من ثقافتنا، من أخلاقنا، من الشباب الذي نؤمن بأنه يتغير ويغير، يتأثر ويؤثر، من الألم الذي سيولد منه الأمل. هذه هي ديت بداية. ديت اختصارا هي development education together، تطوير التعليم معا. لا نسعى في ديت لأن نطور التعليم في الجامعات ونحدثه في المدارس، لا، ليست مهمتنا أبدا، بل أن نأتي إلى الشباب صاحب الأفكار فنطلب منه ونحفزه على أن يتطور وأن يبدع في مجاله واختصاصه حتى يكون مبدعا في مجتمعه أكثر. شعارنا Rostrum of Ideas، منبر الأفكار. كثير يقولون لماذا اخترتم ديت بالأحرف اللاتينية؟ الناظر إلى ديت سيجد لغة الضاد بقوة فيها. نسعى في ديت لأن نكون فوق محلي، مشروع فوق محلي، ولكن بأسلوب عربي، بمضمون عربي، بأفكار عربية. لدينا في ديت مشروع آني سيعرض بعد قليل، وثلاث مشاريع نعمل عليها للمستقبل، وهي ديت فور تشيلدرن، ديت للأطفال. نعتقد أن الطفل هو البذرة التي إذا زرعت في بيئة صالحة ثقافيا ومعرفيا وأخلاقيا ودينيا ستعطي ثمرة مبدعة بل ورائعة، ستعطي ثمرة مميزة ورائدة في المستقبل. هذه الثمرة ستعطي جيل باهر، جيل طموح، سيعطينا مستقبلا نطمح جميعا إليه. نسعى في ديت لأن يتمكن الطفل من صناعة أفكاره بنفسه بعيدا عن أفكار الآخرين والمحيطين به. ليس ذلك فحسب، ليس ذلك فحسب، بل أن نأتي إلى الطفل فنشرح له عن ألغاز الحياة. كيف؟ عن طريق وسائل التواصل التفاعلية، عن طريق دبلجة أفلام كرتونية، عن طريق دبلجة أفلام كرتونية إلى اللغة العربية، تحكي له عن ألغاز الحياة مبدئيا. أن نزرع في الطفل حب الكتاب، أن نرفع شعار علموا أولادكم القراءة، علموا أولادكم القراءة، أن نحفز الطفل على التساؤل وأن يجيب على أفكاره بعيدا عن الموروث،
أن يصبح الطفل يتساءل ويصل إلى إجابات مقنعة. نطمح في ديت أن يقف الطفل مكاني قريبا. ثانيا ديت بوك ديسكشن، مناقشة كتاب. يقولون أن الكتاب صديق لا يخون، لذلك فعلينا أن نصادق الكتاب. ومن يقرأ الكتاب؟ الكتب هي معبد الأفكار ومعتكف المفكرين والمعمل الذي تصنع به العقول وتبتدع الأذواق. نسعى في ديت لأن نكون قراء ومناقشين وكتاب إن احتاج الأمر، ونعمل جاهدين على إنشاء ورشات عمل للقراءة، مجموعات قراءة. وسنطلب من الكتاب والباحثين المعاصرين أن يأتوا إلينا إلى منصتنا ويقدموا زبدة ما خرجوا به. ليس ذلك فحسب، بل أنت في الكتاب تعيش تجربة عدد لا منتهي من الشخصيات والعباقرة والمؤثرين وعظماء التاريخ والحكماء والمبدعين. لذلك اخترنا الكتاب كقاعدة بيانات لنبتكر الأفكار ونطورها سويا. ثالثا ديت أكاديميك، منصة ديت الأكاديمية. يقول نيتشه المفكر الألماني: لطالما رفضنا أفكارا كثيرة قيلت لنا بطريقة تثير النفور. نريد في ديت أن نسمع أفكارا مدروسة وعميقة ومؤثرة تحكى إلينا بشكل مبسط عن طريق خبراء، باحثين، أكاديميين، عباقرة إن وجد، أي شخص تختارونه أنتم ليأتي إلى منصتنا ويتكلم عن أبحاث كتبها، عن أبحاث أبدع في كتابتها. والأهم أن نزيل الفجوة بيننا نحن الشباب وبين المفكر، أن ينزل المفكر من برجه العاجي إلينا إلى الناس، أن يجيبنا على استفساراتنا بلا سقف، أن ننتقل نحن والمفكر من التنظير الطويل 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 إلى التطبيق، من القول إلى العمل، وأن نستفيد من خبراتهم وأطروحاتهم وأفكارهم التي خرجوا بها. أخيرا مع مشروعنا الأهم Dead Experience of Life، تجربة حياة. هذا المشروع الذي يحكي لنا جيدا عن منبر الأفكار، المنبر الأول عربيا. يقول ابن سينا: إن قوة الفكرة قادرة على إحداث المرض والشفاء منه. إن قوة الفكرة قادرة على إحداث المرض والشفاء منه. نعم، هذه المنصة ستمكن الشباب المبدع والمتميز من أن يطرح تجربته الخاصة علينا، أو أن يأتي بأفكاره التي قد تؤثر فينا فيحكيها لنا، فيحفز الشباب المتعلم على أن يصبح أكثر إبداعاً وأكثر طموحاً وأكثر تأثيراً في الناس. يقول أحد الفلاسفة: لو عرض علي عرش كسرى أو أن أقع على فكرة لاخترت الفكرة بلا منازع. إن قوة الفكرة تغير الشعوب إذا حاولنا جميعا أن نطبقها أو سمحنا لها بالخروج. هذه اللمحة المختصرة عن منصة ديت. نرجو أن نصل إلى طموحاتنا فيها سويا،
وأن نقدم إلى أمتنا وبلدنا وأوطاننا مشروعا مفيدا وجديدا. وأود أخيرا أن أدعو كل شاب موجود هنا وكل شاب ستصل إليه كلماتنا أن يتواصل معنا، إن كان لديه فكرة يود أن يطرحها أو تجربة خاصة ناجحة مميزة لديه يود أن يسمعها إلى الناس، أن يتواصل معنا، نتناقش فيها، نتدرب سويا، ثم يخرج إليكم في العروض القادمة. وكما أود أن أشكر جمعية معا لدعمها في انطلاقتنا الأولى بلا أي شروط مسبقة، وستبقى ديت منصة مستقلة بأفكارها غير ربحية أبدا. شكرا لإصغائكم. الفشل الحقيقي هو أن لا تقوم بعد أن تتعثر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.